الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. تاني ايام يوم عيد الفطر المبارك، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. النهارده الموضوع الرئيسي معانا هيكون التحديات اللي بتواجه الحكومه بتشكيلتها الجديده بعد تعيين الوزراء الجدد وحلف اليمين الدستوريه امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحديات اللي بتواجههم لإكمال واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل التفاصيل اللي بيحملها هذا البرنامج، بالإضافة كمان للتكليفات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري. لكن مصر حصل فيها إيه النهاردة؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال جولتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل. النهارده وزاره البترول والثروه المعدنيه قالت او اعلنت انه مجلس الوزراء اقر زياده جديده في المنتجات البتروليه او تقليص بمعنى اصح الدعم الموجود على المواد البتروليه في ضوء معطيات كثيره هنتحدث عنها تفصيليا. المهم انه القرار ده على ان يكون من النهارده الساعه 9 صباحا على النحو التالي: البنزين 95 أصبح بسعر 7.75 جنيه قرش للتر، بنزين 92 بسعر 6.75 جنيه قرش للتر، بنزين 80 بسعر 5.5 جنيه للتر، سعر البوتاجاز المنزلي 50 جنيه للأسطوانة، والسولار 5.5 جنيه للتر. طيب، وفي إطار متابعة الحكومة لمختلف المحافظات لهذا الموضوع، النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بغرفة عمليات مركز معلومات مجلس الوزراء. الاجتماع ده كان مع المحافظين على مستوى الجمهورية بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية. أكد خلال الاجتماع أن وزارة التموين هتتحمل فروق أسعار السولر الجديدة على المخابز، وأن سعر رغيف الخبز لن يتأثر بهذه الزيادة. مدبولي شدد على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور وكمان مباحث التموين، بالإضافة إلى وجود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وده للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة والتعامل بحسم مع أي حد ممكن يكون هيخالف أو محاولة السائقين كمان لمخالفة التعريفة الخاصة بالركوب المحددة من الدولة. طيب، وفي إطار الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء النهاردة زي ما قلنا عبر الفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين، معانا للمتابعة سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا، مساء الخير، وكل عام والشعب المصري كله بخير وحضرتك بألف. طيب، المتابعة اللي أجراها النهاردة رئيس الوزراء والخاصة بضرورة التنفيذ الجيد لموضوع تقليص الدعم على المنتجات البترولية، كان إيه اللي استخلصه مجلس الوزراء من هذه المتابعة مع السادة المحافظين في أنحاء الجمهورية؟ أولا الهدف من المتابعة كان عدة نقاط. أولا المتابعة على أرض الواقع بحيث أن السيد رئيس الوزراء يتعرف على طبيعة الأمور على أرض الواقع، من حيث أولا توافر المنتجات البترولية المختلفة، وأنه يكون في كل المحافظات في تعريفة
في لجان في كل محافظات بتعمل على وضع تعريفة جديدة لسيارات الركوب، سيارات السيرفيس والتاكسي بعد الزيادة، بحيث أنه لا يترك المجال مفتوحا للطائفين بأنه يضعوا الزيادة اللي يروها من عندهم. لجان إنتاج كان في متابعة أنه هذه الزيادة وهذه التعريفة يتم الإعلان عنها ويتم وضعها في كافة المواقف ويتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة بحيث المواطن يبقى على علم بيها ويبقى مفيش مجال للتلاعب. طبعا كان على يعني اتصاله مع كل المحافظين، كانت الزيادة الحقيقة تتراوح في يعني 99% من الحالات ما بين 10 و20% على تكلفة النقل. أيضا كان مهم التعرف على المواقف بالنسبة لأنابيب البوتاجاز، والسيد رئيس الوزراء شدد على أنها لازم تكون متوفرة وبالأسعار المحددة وبالأسعار المتفق عليها. من ناحية ثانية كان في أهمية طبعا لأنه يكون في يعني تشديد على نقطة أنه في خطوط داخلة للزكاوي في حالة أي مخالفة أي سائق، أنه يكون هناك خطة للطوارئ لمواجهة أي طوارئ أو أي مشكلة، الإعلان عن أي مخالفة يتم ضبطها بحيث أنه يبقى واضح تطبيق القانون. أيضا مسألة الخبز، يمكن السيد وزير التموين أكد أنه وزارة التموين ستتحمل سوء أسعار السولار الجديدة على المخابز، وده لن يؤثر على سعر رغيف الخبز. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. ده كان طبعا على زي ما قلنا الاجتماع اللي عقده رئيس مجلس الوزراء النهاردة لمتابعة سير داخل سير العمل في محطات البنزين أولا المختلفة داخل المحافظات المختلفة، وكمان عدم المخالفة. يمكن من أهم حاجة اتذكرت موضوع رغيف الخبز ان سعره ثابت وان وزارة التموين هتتحمل الفرق الخاص بزيادة سعر السولار. النهاردة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اكد انه قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في المنظومة مش هدف في حد ذاته، لكنه بمثابة اجراءات حاسمة بتتخذها الدولة لحد من الاثار السلبية اللي خلفتها منظومة الدعم المشوهة واللي استمرت على مدار سنوات طويلة. قال كمان انه اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه وما استفادش منها المستحقين الحقيقيين للدعم. لفت انه فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الاخر سنتين يعني زيادة مضطردة. وكمان قام بجولة تفقدية النهاردة لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود، شملت شركة أنابيب البترول معمل القاهرة لتكرير البترول، مستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول، شركة موبل بمنطقة مسترد، ده بالإضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية وده بيتبع شركة بتروجاز وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول. الجولة بتأتي في إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة التداول ونقل المنتجات البترولية وكمان توفرها بالشكل المطلوب في السوق المحلي. معانا حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. طيب خلينا نتكلم على الجولة اللي قام بها وزير البترول النهاردة تفقد فيها الأوضاع، ويمكن بيكون دايما الخوف من أنه البعض بيستغل هكذا مواقف وبيحجب مثلا أنابيب البوتاجاز. مثلا مصر شافت كم أزمة على غرار أزمات اختفاء أنابيب البوتاجاز. الكلام ده من ثلاث سنين مظبوط. احنا بقالنا ثلاث سنين الإمدادات بتاعت الاسطوانات موجودة ولا يوجد ازمات ولا يوجد صوابير. حضرتك بتتكلم في الماضي. ايوه انا بتكلم عشان ده ما يحصلش، عشان ما فيش حد يستغل يا فندم الانابيب والاسطوانات موجوده. نعم. مصانع التعبئه بتعمل بكامل طاقتها. الامدادات موجوده سواء من الانتاج المحلي او سواء من الاستيراد، في ارصده كافيه جدا، فبالتالي احنا بنقول ان المنتجات كلها متوفره. والموضوع اللي حضرتك بتقول عليه ده كان من الماضي خلاص وانتهى،
كمان 3 سنوات لا يوجد عندنا حتى طوابير او اختناقات في البوتاجاز او في المنتجات الدستوريه سواء وقود او سولار. اهم ما سجله سياده الوزير النهارده من خلال جولته التفقديه في المصانع المختلفه اللي بتنتج المواد البتروليه. الوزير النهارده في الجوله بتاعته او نمره واحد بيهني العاملين بعيد الفطر المبارك وبيشد من ازرهم. انت عارف ان احنا الناس شغاله على مدار ال 24 ساعه. المنتجات البتروليه بتذهب الى محطات التموين في وفقا للبرامج المخططه. المحطات نفسها سواء على الطرق السريعه سواء كان الساحل الشمالي الطرق الساحليه او البحر الاحمر او الصعيد كل دي بيشهد فيها زيادات. احنا مزودين الكميات عشان تبقى متوفره. عايز اديك رقم وحيد يديك مؤشر قوي. احنا اليومين اللي فاتوا دول كلهم استهلاك البلاد من البنزين واخد 39 مليون لتر يوميا في اليومين اللي فاتوا. فبالتالي احنا بنقول المنتجات موجوده متوفره. وفيما يتعلق بالخوف من استغلال البعض في اجهزه الرقابه هي المسؤوله عن متابعه السوق وبالضرب. والنهارده تعليمات رئيس الوزراء الضرب زاد من حديد على اي حد جشع يحب يستغل زيادات الاسعار عشان يحقق مكاسب غير مشروعه. فبالتالي احنا بناكد على المواطنين ان احنا المنتجات متوفره. المحطات كلها موجود فيها كميات اكثر من المعتاد. اسطوانات البوتاجاز مش عايز اقول لحضرتك المصانع من كتر ما هي بتشتغل بكامل طاقتها والسحب عليها مش بنفس الأرصدة كبيره جدا من الاسطوانات الموجود من المستخدمه. طيب غرفة العمليات الخاصة بوزارة البترول ايه اللي رصدته على مدار اليوم النهاردة؟ ايه الدور اللي هي بتقوم بيه خلال كمان الفترة القادمة؟ غرفة البترول غرفة العمليات دي موجودة في هيئة البترول مش النهاردة بس، بتعمل بانتظام منذ أكثر من 2 سنين. هذه الغرفة دورها إن هي بترصد تداول المنتجات البترولية من المستودعات حتى الوصول الى المحطات لحظيا اونلاين. وبالتالي الغرفه النهارده الوزير راح هناك عشان يبص بنفسه على ارض الطبيعه سير المنتجات التداول تطلع بانتظام حسب الشحنات. وبالتالي احنا كل اللي بترصدته الغرفه في انتظام لتداول وتوزيع المنتجات البتروليه. نعم بشكرك شكرا جزيلا. المتحدث باسم وزارة البترول واروح للدكتور محمد معيط وزير المالية اللي اكد النهاردة انه قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية واللي نتج عنه تحريك اسعار المواد البترولية النهاردة امر ضروري للحفاظ على استقرار الاوضاع المالية بعد مضاعفة اسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز $80 للبرميل. وعشان كده هو بيقول تدخلت الدولة لتصحيح الاسعار المحلية وده عشان ما تأثرش سلبا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر. معيط أشار أنه الدولة تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه. ده أمر ممكن طبعا بكل تأكيد يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وكمان تمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية اللي بيطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب وكمان الاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي. طيب زي ما بقولنا كده في متابعتنا على الموضوع ده انه من الحاجات المهمة قوي موضوع الحفاظ على سعر رغيف الخبز وقلنا ان وزارة التموين النهاردة قررت ان هي تتحمل الفارق في سعر السولار. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي قال بان تحريك اسعار المواد البترولية مش هيأثر على سعر رغيف الخبز المنصرف بالبطاقات التموينية وهو 5 قروش للرغيف. وضح كمان في بيانه ان الوزارة هتتحمل قيمة الزيادة في تكلفة انتاج رغيف الخبز المدعم الناتجة عن تحريك اسعار الوقود وهيتم محاسبة المخابز على الزيادة في تكلفة
التصنيع لرغيف الخبز عن التكلفة المعتمدة للرغيف واللي بيتم التحاسب عليها أو بيها حاليا. هيتم كمان زيادة الزيادة في التكلفة بذات الآلية المطبقة حاليا بتحويل هذا المبلغ لحساباتهم البنكية. خلينا نستوضح هذا الأمر في ضوء بيان وزير التموين النهاردة، لأن هو معانا عبر الهاتف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء النور وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة ومصر كلها طيبين والأمة الإسلامية طيبة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأنا قبل ما أدخل معاكم في المداخلة سامع الزميل اللي مع حضرتك بيتكلم على أهمية وحتمية الإصلاح الاقتصادي، بسبب الموضوع مش اختيارات، الموضوع يا إما نبقى موجودين يا نبقى ما نبقاش موجودين، نبقى دولة قادرة على تقديم السلع والخدمات للمواطنين بتوعها، وإلا هندخل في أسمع كثير عن الدول اللي هي لا قدر الله بتوصل لمرحلة مش قادرة إنها حتى توفي مثل هذا الأمور. والجميع يعلم وتم الكلام من ده من أكثر من سنتين ونص في أهمية الإصلاح الاقتصادي، وبدأت مصر والحكومة في تنفيذ هذه الخطوات. أنا عارف إن الفاتورة صعبة، ولكن لازم نتفق إن هل كان من الممكن هناك اختيار آخر وعدم التحرك لذلك؟ أنا بقول بحكم مسؤوليتي وحكم خبرتي في هذا المجال إنه هو ما كانش ينفع، بالعكس إحنا النهاردة خدمة الدين السلف بتاعنا، إن إحنا الناس كلها عارفة إن إحنا بنصرف أكتر ما بنجيب دخل، وبالتالي الفجوة دي عمالة تزيد، الزيادة بتاعتها مأثرة جامد جدا على قدرتنا على التنمية الحقيقية والتنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والسلع اللي بنقدمها. وبالتالي كان مهم جدا نقول لا، مش هيبني مصر المصريين، والمصريين أثبتوا في كل المواقف انهم بيقدروا يتحملوا ويتحملوا فاتورة هذا الإصلاح. وكان من المهم جدا موضوع الطاقة، لسبب حضرتك عارفة ان الطاقة هي أساس العملية الإنتاجية كلها، فلو فضلنا سايبين قطوع البنزين او السولار او البوتاجاز او غيره او الكهرباء او كل هذه الامور دون ان يكون هناك ما نسميه سعر تكلفه وسعر بيع، اللي هيسمعني يقول لي طب وانا اجيب منين؟ الموضوع مش انا اجيب منين، الموضوع ان لابد ان احنا زي ما سياده الرئيس قال، شوفوا كنا من سنتين الكهرباء عامله ازاي والنهارده عامله ازاي. الوجود الشيء مهم جدا، وزي ما جيت انا وتحملت مسؤوليه وزارة التموين، وكان أهم حاجة توفر السلع، ثم بعد ذلك نتكلم في السعر ونتكلم في الانضباط بتاع السوق. إنما بدون توفير السلع وقدرة الدولة اقتصاديا على إنها تجيب البوتاجاز، إحنا بنستورد حوالي أكثر من 55% 60% من البوتاجاز، فلو إحنا ما كناش هنقدر نجيب البوتاجاز، طب حضرتك فاكرة الأزمات والأنبوبة مش موجودة، وكنا بنسمع مش عرضة ب 50 جنيه الدولة بتحددها، كانت لما كانت بخمسة جنيه كانت بتتباع بخمسين جنيه. مظبوط، كان بيحصل كمان استغلال. ايوه مظبوط. انا طبعا، فاذا مهم جدا التوفير، وحتى يمكن ان نوفر هذه السلع ونتيحها والعكس نضبط استقاقها، كان لابد ان احنا نحترم قدرتنا الاقتصادية. قدرتنا الاقتصادية تيجي ازاي؟ ان احنا اللي ما نقدرش عليه، مش احنا عندنا كده مثل الفلاحين على قد لحافك مد رجليك، ما نقدرش نمد رجلينا اكتر من اللحاف بتاعنا، والا بنضطر نستلف من غيرنا حته نغطي بيها الطرف رجلينا اللي باين. طب سياده الوزير النهارده كان من مهم قوي تاكيد حضرتك على انه سعر رغيف الخبز، وبالتالي لما بقول كده انا بس بؤيد خطوات الاصلاح، ونحن جميعا مسؤولين عن هذه الخطوات، ولكن في نفس الوقت لازم زي ما برضو قلته في المقدمة عملية الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا. فبالتالي كان مهم جدا ان احنا نتدخل في مثل هذا الأمور عشان ما يحصلش اي تلاعب مع المواطن، وعارفين أهمية رغيف الخبز في جمهورية مصر العربية، فكان لابد ان احنا بالتوافق مع دولة رئيس الوزراء، وكلمنا الصبح بحيث ان احنا هنتحمل فرق التكلفة سواء في السولار او في الغاز. نتيجة حوالي 80% من المخابز بتشتغل بالسولار و20% تقريبا بتشتغل بالغاز. ايا كان الزياده في التكلفه زي ما حضرتك قلتيها في نص البيان، تتحمله وزاره التموين، وهتدي
صاحب الفرن زي ما بتديله الأجر بتاع الخبز على حسابه في على أجر الخبز يعني اللي هو الانتاج أجر الانتاج الانتاج بتاعه. فإذا هنحول له الفرق بالضبط، وهو عندنا معدلات استهلاك لكل شوال دقيق بيستهلك قد إيه، كام لتر سولار وكام نسبة كام متر مكعب من الغاز، وبالتالي هيتحول له محترم جدا على حسابه مع أول فتح للبنوك من يوم الثلاث يمكن الأربع، وأنا بقولها وناس كتير كلموني هيبقى فلوسهم عندهم. دي نقطة مهمة، بس مش هي دي الأهم. الأهم من ذلك إن إحنا نعرف إن حتى هذه اللحظة لا يزال الكثير من المنتجات مدعمة، وبالتالي مهم عملية ترشيد الدعم. إحنا مش بنشيل الدعم، إحنا بنرشد الدعم. فلما ما بنخسفش بالسلعة، الاستخدام بتاعها هيبقى مظبوط، هنوفر فيها، التوفير ده هيوفر معانا. أول ما نضبط العجز في الموازنة، نقلل من الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات، هيبقى عندنا احتياطي نقدر نرفع مستوى التعليم، نقدر نرفع مستوى الصحة، نقدر نرفع مظلة الأمان الاجتماعي ونزودها. وإن شاء الله المرحلة الجاية هتشهد الكثير من الدعم لكل الفئات الأكثر احتياجا. الأهم من ده مهم جدا، أنا بأكد للسادة المزارعين وأنا منهم أن لن يضار. أنا عارف أن في تأثير غير مباشر لارتفاع سعر الدولار على الري، على الزراعة، على الماكينات اللي بيشغلوها، على الضرارات اللي بيشغلوها كذا. أنا بطمنهم هيحصل اجتماع ما بيني وما بين وزير الزراعة بحيث نحسب زيادة هذه التكلفة، وهذه التكلفة سوف نستوعبها في أسعار المحصولات الاستراتيجية اللي بناخدها. أنت عارف أن احنا بنستورد، بناخد القمح، بناخد الرز، بناخد الذرة الصفراء في كثير من للعلف، فهيتم احتساب الزيادة. وبالتالي بأؤكد لن يضار أي منتج لن يضار، بل بالعكس هنضبط المكنة الاقتصادية ونضبط الحركة الاقتصادية مضبوطة، بحيث يبقى هناك تكلفة، هناك هامش ربح، هناك سعر منضبط في السوق، وما يبقاش في أي نوع من الاستغلال. فأنا بأناشد الجميع وخاصة الغرف التجارية في ضبط هذا الإيقاع. وأحب أقول إن من النهاردة الصبح مديريات التمويل وأجهزة رقابية شغالة، ولن نسمح بأي تلاعب في أي سعر سلعة، بل بالعكس هتكون العملية مجرمة ومضاعفة، بمعنى أي خطأ هيبقى الغرامة بتاعته مضاعفة، وفي نفس الوقت هي ليست منحة، ستكون جريمة نديت. إحنا في حالة طوارئ وأكثر من حالة طوارئ في هذا الموضوع. فأنا متأكد إن إحنا مش هيبني مصر للمصريين، وبالتالي كلنا هنتكاتف مع بعض حتى نخرج من مثل هذه الأمور. وكل ما نضبط إيقاع العجز، كل ما تكلفة الدين بتاعنا يقل، كل ما الوفرات عندنا تزيد، كل ما نقدر نجعل بلدنا دي بلد فعلا تستطيع أن تخدم وتقدم سلع وخدمات لمئة مليون مواطن مصري شريف لازم أن نحترمهم جميعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي سعيد جدا بطلبكم أن أنا أتدخل، سعيد جدا بالمقدمة اللي أنتوا بتتكلموا فيها. فإن شاء الله بوجودنا جميعا وحوارنا المتزن مع المواطنين، أعتقد الموضوع هيبقى إيجابي أكثر من أي نظرة سلبية قد يراها بعض الذين لا يريدون بناء هذا البلد. هذا البلد له من القدرات وله من الإمكانيات أنه فعلا يمكن أن يكون بلد من البلاد النامية الجيدة، بدل ما نقول التجربة الماليزية، عايزين العالم كله يبص ويقول التجربة المصرية. وإن شاء الله هتكون هناك تجربة مصرية إيجابية، والمواطن المصري عارف درجة الثقة بينه وما بين الحكومة، ودرجة الثقة ما بينه وما بين المسؤولين عنده. وأي بني آدم من فضلكم عنده أي شكوى أو عنده أي حاجة، سواء تكلموني أو تكلموا الخط الساخن، وهننشر من باكر كافة الأرقام اللازمة للتواصل معنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على كل المعلومات والإيضاحات الخاصة بهذا الموضوع. المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق معي أيضا هاتفيا لشرح واستقراء
بعد هيكون معايا بعد الموجز لشرح الأسعار الجديدة، نسبة الدعم على المنتجات البترولية المختلفة بقت قد إيه، الاستفادة من تحريك الأسعار على هذا النحو هتكون قد إيه، التوفير اللي هيروح للموازنة العامة للدولة لأمور كثيرة زي ما قلنا في اتصالاتنا لتخفيض الدين وكمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من أجل ضخ المزيد في خدمات أساسية في حياتنا زي الصحة والتعليم. هنروح لفاصل مع موجز الأهم وآخر الأنباء وبعده نرجع نستكمل مع حضراتكم. رجعنا مرة تانية وزي ما قلت قبل الموجز المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق هيكون معانا، هو معانا هاتفيا، ولده لتحليل الأرقام الخاصة بزيادة أو تحريك أسعار المنتجات البترولية النهاردة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. طيب قراءة حضرتك زي ما عودتنا كده للأرقام الموجودة واللي أقرها مجلس الوزراء ووزارة البترول النهاردة والخاصة بتقليص الدعم عن البترول الـ 95 و 92 والسولر واسطوانات الغاز. بس قبل ما نخش في الأرقام في إيضاح كده أحب أقوله. اتفضل. إنه لما الدولة بتحرك أسعار البترول أو أسعار المنتجات بوجه عام بغرض انها تقلل الدعم الموجه ليها، فالزياده دي مش بغرض الزياده، يعني مش حبا مثلا ان احنا لتر البنزين كان بيكسب 15 قرش واحنا عايزين نكسبه 50 قرش، لا. كل التحريك اللي بيحصل في اسعار المواد اللي عليها دعم بيبقى بغرض ان انت تقللي الدعم اللي رايح في وجه ما عشان توجهيه لوجه اخر في له اهميه اكبر. بمعنى ايه؟ لما نيجي نبص على دعم الطاقة بشقيها الكهرباء والبترول نلاقي في حدود 170-175 مليار جنيه. تمام. الرقم ده ربعه رايح للكهرباء وثلاث أرباع رايح للبترول. كويس؟ كويس. يعني احنا بنتكلم في تقريبا 115-120 مليار جنيه رايحين للبترول والباقي اللي هم ما بين 50-55 رايحين لدعم الكهرباء. طيب هذا الرقم قد ايه من اجمالي الدعم اللي مخصص من الموازنة لمجابهة كل شيء؟ بنتكلم في حدود 275. يبقى أنا خليت لبقيت وأجو الإنفاق الثاني لدعم الصحة ودعم التعليم ودعم المواد التموينية ودعم الحماية المجتمعية 100 مليار وخليت لدول 175. فدي الحقيقة كان يبقى ممكن تعدي لو أن 175 دول رايحين لمتوسطين الدخل والفقراء، لكن احنا بنلاقي انه في خلال العشر سنين اللي فاتوا احنا صارفين اكثر من تريليون، يعني 1000 مليار جنيه على دعم المواد البترولية، وانه هذا الدعم لم يحقق اي قيمة مضافة لهذه الطبقات المتوسطة والفقيرة، بل على العكس يستفيد منها الاغنياء. فهنا لما بنيجي نتحرك في قصة الدعم دي ليس الغرض من التحريك ان انت تحققي ربح او انك تحركيها لمجرد انك تحركيها، ده عشان استفيد بيها. بالظبط كده. فهو احنا بنعمل حاجه اسمها ريالوكيشن، يعني ايه؟ اعاده تخصيص من باب لباب، لان انت مواردك محدوده في الاول وفي الاخر. لما نيجي نشوف الموازنه العامه السنه دي عامله ازاي واوجه الايرادات مقارنه بالمصروفات هنجد ان في رقم عجز كبير موجود داخل الموازنه، لان الايرادات اقل من المصروفات بكتير. فاللي بيحصل انك تغطي المصروف، تغطي الفرق ده عن طريق ايه؟ عن طريق الاقتراض سواء داخليا او خارجيا. الاقتراض داخليا او خارجيا له فوائد، والفوائد تخصم من الايرادات بتاعت السنه الجايه. فلابد الفجوه المفرغه دي، يعني الحلقه المفرغه دي لابد نخرج منها. الخروج منها بيبقى ازاي؟ زي ما بقول ان احنا نبتدي نبص ايه اوجه الانفاق الموجود عندنا ونعمل فيها ايه. هنا لما بنيجي نتكلم تحديدا بقى على الدعم ونحلل الارقام لابد ان احنا نقول ايه؟
ازاي ان احنا نقدر نقلل الدعم مع تخفيف وطئه القصه ديت على المواطن العادي. القصه دي لازم تتم في اتجاهين، الاتجاه الاول تحريك الاسعار من خلال شرايح، والاتجاه الثاني ترشيد الاستهلاك مع وجود بدائل اخف ارخص منها شويه. يعني ايه الكلام؟ انا النهارده لما باجي اقول والله انا هحرك الاسعار مثلا بتاعه الوقود السائل او الكهرباء او البوتاجاز او الغاز، طب لما هحركها وبعدين هيحصل ايه؟ هيحصل انه برضو اللي ما زالت قوته الشرائيه اكبر هيحصل عليها ومش هيتاثر قوي اللي هو الغني، لكن الطبقه المتوسطه وما دون المتوسطه والفقير هتتاثر جدا جدا هتتاثر جدا. يبقى انا لابد اعمل اجراءات من الناحيه الثانيه عشان ابتدي اخفف بها هذه الوطأة. بمعنى ايه؟ لو انا راجل متوسط النهارده وبستهلك مثلا 100 150 لتر بنزين في الشهر، كان ثمنهم قبل ما احرك 500 جنيه، النهارده بقى ثمنهم 700 جنيه. في عندي زياده 200 جنيه، طب انا هعمل ايه؟ اللي كان بيستهلك 3000 لتر مش فارق معاه انه يعني كان ثمنهم كذا وبقى ثمنهم كذا مش فارق معاه، لانه ما زال بياخد دعم اكتر من اللي بياخد 150 لتر. يعني انا النهارده تكلفه لتر الوقود السائل علي، لتر الوقود بوجه عام تكلفه كل متوسط 10 جنيه. احنا بنبيع النهارده لتر الوقود في المتوسط برضه في حدود 7. يعني في ما زال عندك 3 جنيه دعم لكل لتر موجودة. موجود. الراجل بقى اللي بيستهلك 100 لتر في الشهر انا مدعمه كده ب 300 جنيه النهارده. طب اللي بيستهلك 3000 لتر في الشهر انا مدعمه ب 9000 جنيه. فدي معادلات مقلوبة. يبقى هنا لابد ان تتدخل الحكومة بعد ما نعمل التقليل الفجوة شوية عن طريق تقليل الدعم دي، تتدخل الحكومة في الاتجاه الثاني اللي هو ترشيد الاستهلاك. ازاي؟ انا النهاردة بقول للمواطن ان انت راجل بتستهلك بنزين والبنزين غلي، طيب ايه البدائل بتاعة البنزين؟ قدامنا حاجتين، قدامنا في غاز وقدامنا في كهرباء، عربيات غاز وعربيات كهرباء. ايه الفرق في السعر؟ هنلاقي انه لتر الغاز لتر البنزين اللي احنا بنقول عليه متوسط 7 جنيه وعليه دعم 3 جنيه يكافئ متر مكعب غاز ب 275 قرش وما هوش مدعم. فيبقى كده لما المواطن يقلب عربيته الى غاز معنى كده ان هو وفر، ان هو قدر ان هو يوفر الفرق ده 4 جنيه. وفي نفس الوقت الحكومه وفرت على اللتر 3 جنيه، شوفي الفايده ازاي عمت على مزدوجه. طيب هل المواطن يستحمل النهارده انه كمان يروح يحول العربيه غاز على حسابه؟ مقترحي انا ان تتدخل الحكومه وتمول عمليات تغيير العربيات الى غاز، لان هي هتستفيد والمواطن هيستفيد. وعمليه استرجاع الفلوس اللي هي بتتحمل بهذا المنظر هتبقى مثلا في خلال سنه ونص الى سنتين. ده من الناحيه الاقتصاديه كمشروع يعتبر مشروع مربح جدا اللي يجيب ثمنه في سنتين. ومن ثم فتدخل الدولة في هذا الأمر زي ما بقول هيعمل أريحية للمواطن ومش هيخليه وهيوفر على الجانبين. احنا عايزين نعمل ايه في الاخر؟ قصة الترشيد انا عايز اقلل الجزء اللي انا بستورده من بره. مشكلتنا النهاردة في ان الثلث اللي احنا بنستورده من بره ده بثمن الثلثين اللي احنا بننتجه محليا ويضغط على العملة الصعبة. انا لو قدرت اوفر الجزء ده من الاستيراد يبقى انا عملت شيء جيد جدا بالنسبة للموازنة العامة وقللت الفجوة بتاعت الاستيراد. فكان المقترح الاول ان احنا ندور على البدائل، والبدائل عندنا موجوده زي ما بقول بمجموعه حاجات. الحاجه الاولانيه تحويل السيارات للعمل بالغاز. الحاجه الثانيه تمويل شراء السيارات اللي بالكهرباء. الكيلو وات كهرباء بيمشي العربيه في حدود 100 كيلو. لو الكيلو وات كهرباء ثمنه غير مدعم 2 جنيه ونص فهيمشي العربيه 100 كيلو، ال 100 كيلو دول يكافئوا 10 لتر بنزين استهلاك او 10 متر غاز. يعني 27.5 جنيه لو هو غاز، ولو هو بنزين هيبقى بنتكلم في حدود 70 جنيه. فهنا برضو الفكر لازم ياخد منحى اخر. الدوله سمحت بان العربيات تخش من غير جمارك وضرايب، بس سعرها كسعر استثماري كراس مال لشراء العربيه غالي. لابد ان يحصل هنا تدخل لتمويل هذه السيارات وتتحمل ميزانيه الدوله الفايده خصما من رقم الدعم اللي كان موجود. فيبقى انا كده بدور على البدائل. عندي لما اشوف مين المستهلكين الكبار وطريقه ان انا ارشد معاهم، اكبر مستهلك للوقود عندي في مصر هي محطات الكهرباء، بتستهلك تقريبا 60% من اجمالي الاستهلاك. الرقم ده لو انا قدرت ابص عليه واشوف مثلا في بندين ثلاثه اقدر اخفضهم، انا عندي الاناره والسخانات الكهرباء بتاعه المي، اعمل ايه؟
الاناره مثلا على سبيل المثال، انا هخش جوه البيوت اسحب اللمبات بمعرفتي، مش هستنى المواطن يغير، لان المواطن برضه لما اقول له روح ادفع 70 جنيه هيوجعه. لكن انا لما اخش اغير اللمبه النهارده هحس بيها، والمواطن هيحس بالفرق على طول. بدل ما كان النهارده بيستهلك مثلا كهرباء ب 200 جنيه ومع يرشد استهلاكه مع استخدام اللمبات الموفره، وفي نفس الوقت انا كدوله هحس بالفرق في كميه الوقود اللي تم توفيره وخاصه المستورد منه. تمام. انا هيقل الوقود ده قصاد دي. نفس الكلام بالنسبه لسخانات الكهرباء، اشيل سخانات الكهرباء واخلي البنوك تمول سخانات شمسيه فوق اسطح المنازل وفوق اسطح الكومباوندز وفي الحتت اللي زي كده، اقوم اقلل الاستهلاك. يبقى انا هنا بعمل حاجه اسمها تغيير ثقافه عن طريق استخدام البدائل الارخص. المحور الثالث وده المهم بقى، ان يكون هناك تمييز في شرائح الاستهلاك زي ما هو موجود في الكهرباء. لان اللي بيستهلك 100 لتر غير اللي بيستهلك 1000 لتر، واللي بيستهلك 1000 لتر سولار علشان خاطر يشغل مكنه ري وآلة حصاد غير اللي بيشتغل 1000 لتر سولار علشان خاطر بيتش باجي وبنانا بوت. لا ما هو احنا كان معانا وزير التموين وهو كان اكد انه المزارعين دول لن يضاروا وانه هيحصل تعويض لفرق استهلاك السولار. هذا التعويض علشان نعمله لازم تبقى عندنا اليه لمعرفه انماط الاستهلاك وكمياتها. هذه الآلية هي آلية الكروت الذكية، فلا بد من تفعيلها علشان الحتة الأولانية نعملها فيها إيه؟ إن أنا بعد ما أبتدي أشوف مشاهدات على الاستهلاك لمدة 6-8 شهور أقدر أفرق، أبتدي أعمل الأنماط أو الشرائح المختلفة بالظبط، وأفرق ما بين 1000 لتر سولار اللي رايحين للمزارع وال 1000 لتر سولار اللي رايحين للملاهي. ده موضوع وده موضوع. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق. نروح لخبر رياضي. الاتحاد المصري لكره القدم وجه الشكر للفيفا على الجهود اللي اثمرت عن اتاحه الفرصه امام المشاهدين او الجماهير العربيه وفي مقدمتها طبعا الجماهير المصريه لمتابعة بطولة كأس العالم. أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه النهاردة أنه ده بيأتي في إطار حرصه هو ومسؤولين الدولة المصرية على توفير هذه الخدمة للجماهير المصرية. لكن أخبار عموما المنتخب المصري ومشاركته في كأس العالم في موسكو، معانا الأستاذ عبد الناصر زيدان الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم وكل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير. أخبار المنتخب المصري إيه وتدريباته؟ أولا خليني بس أعرج على الخبر اللي أنت حضرتك اتكلمت فيه. على الاتحاد المصري، نعم. عايز أقول حاجة بس مهمة جدا ربما لم يتحدث عنها الإعلام كثيرا ولم يلقي عليها الضوء، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا، وعندما اتحدث عن الدوله المصريه اتحدث عن القياده السياسيه والعديد من المنظمات الخاصه والمؤسسات المملوكه للدوله وبعض الجهات السياديه، عندما تدخلت بشكل قوي وشكل بناء من اجل منع الاحتكار في كاس العالم. وهنا خليني اشيد بقوه بدور الهيئه الوطنيه للاعلام والاعلام الكبير الاستاذ حسين زين، لأن هناك في الكواليس ما لا يعرفه المواطن المصري أن هناك منظومة وهناك خطة عمل تم وضعها منذ ما يقرب من 8 أشهر للوصول إلى هذه القرارات التي أجبرت الشركة المالكة والقنوات المالكة لحقوق كأس العالم على أن تنزل على رغبة الجماهير العربية بمساندات من الحكومات وعلى رأسها الحكومة المصرية والحكومة السعودية لأن نشاهد 22 مباراة عبر المفتوح أو من خلال القنوات الأرضية في بعض الدول مثل المملكة المغربية أو من خلال القناة المفتوحة على القناة المالكة والناقلة لحقوق كأس العالم. فأنا بحيي الدولة المصرية وبحيي الهيئة الوطنية للإعلام، وهذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الأحاديث في المستقبل. أما بالنسبة لمنتخبنا القومي أعتقد أني طبعا التعادل بالأمس جاء مخيب، التعادل بالأمس كان أمنية والهزيمة جاءت مخيبة للأمل، خصوصا أنها جاءت في الرمق الأخير وفي الدقيقة الأخيرة. ولكن بصي خليني أتفق مع حضرتك
ان احنا لسنا بصدد ان نتحدث في سلبيات، لان المنطق والعقل يحتم علينا ان نستمر في المساندة وان نتحدث عن السلبيات بعد الانتهاء من مباراة السعودية الثالثة، وان نظل ندعم المنتخب بشكل قوي. المنتخب وصل كوروزني بالامس عقب مباراة اورجواي مباشرة، المسافة 25 ساعة بالقطار او من 23 ل 25 ساعة بالقطار، ومن ساعة ونص لساعتين بالطيران. وصل المنتخب وبات في الفندق المقرر له في جروزني، واليوم أدى تدريباته الأساسية، وتأكد من كواليس البعثة المصرية أن محمد صلاح يكمل جاهزيته لمباراة روسيا. ولكن خليني لا أخفي عنك سرا، لأن دائما يعني أنا بحب أتدقق وأدقق في المعلومات التي أستقيها من داخل المعسكر من جروزني، أنه أيضا ربما لا نرى محمد صلاح في مباراة روسيا. احتمالات مشاركة محمد صلاح من عدمه أستطيع أن أقدمها لك ليلة الاثنين إن شاء الله إن كان بيننا لقاء، لأن حتى الآن هناك غموض. لازم الشعب المصري يعرف أن محمد صلاح أصبح سلعة عالمية، ليس ملك مصر فقط وإنما هو ملك للعالم كله. لا ليه غموض يا أستاذ عبد الناصر؟ مش كان في تأكيد أنه هيشارك في المباراة اللي جاية؟ والله بصي خلينا نتفق على شيء، ليس كل ما يعرف يقال في الإعلام وليس كل ما يصرح به صدقا. يعني عملية التصريح على مشاركة محمد صلاح في أورجواي، أنا كنت خرجت وأكدت أن محمد صلاح لن يشارك أمام الأورجواي. في اثنين أطباء من فريق ليفربول مرافقين لمحمد صلاح. محمد صلاح قيمته المالية الآن 150 مليون يورو. كريستيانو النهاردة صاحب أول هاتريك في كأس العالم، والهاتريك 51 في تاريخه، 51 في تاريخ المونديال. وهذا اللاعب الأسطوري النهاردة ب 120 مليون يورو. يعني محمد صلاح يزيد بحكم السن 30 مليون يورو عن كريستيانو. النهاردة لما نيجي تكلمي عن لاعب بهذا الوزن وهذا الحجم في العالم كله، ما ينفعش ينزل الملعب غير هو سليم بنسبة 100% وليس نسبة 100%. مين اللي بيقول كده؟ فريق من الأطباء، منهم فريق الأطباء الخاص بالمنتخب القومي والمرافقين لي من فريق ليفربول. من الكواليس حتى الآن محمد صلاح تمام التمام وعشرة على عشرة. نسب المشاركة من أول المباراة أو جزء من المباراة أو عدم المشاركة ده هيتحدد خلال 48 ساعة القادمة. عشان كده أنا مش عايز أكتم بالمشاركة من عدم المشاركة. لو رجعت للتصريح راؤول هكتر كوبر المدير الفني للمنتخب المصري قبل مباراة الأورجواي، هتلاقيه بيقول إن محمد صلاح جاهز للمباراة، ولكن بالآخر راح رملك حتة كده سم في العسل. قال ولكن هذا لا يعني أن اشتراكه فيه بعض من المغامرة وإن كانت بسيطة. لابد أن تنتهي هذه الكلمة. لا يمكن أن يتم الدفع بمحمد صلاح ولو هناك نسبة 1% أو 0.5% أو جزء من النسبة تكون نسبة ضعيفة. لازم نبقى متأكدين جيد. مشكلة الترقوة المصاب بها محمد صلاح إن هذه دائمة الاحتكاك مع المنافس. فأي ضربة في هذا المكان إن لم يكن على قمة الجاهزية ربما تودينا لكارثة أكبر لا قدر الله. وإحنا عايزين الخير لمنتخبنا والخير لمحمد صلاح. أشكرك الأستاذ عبد الناصر زيدان الناقد الرياضي، ونطلع على فاصل ونركب.